المجاهد بالمهدي محمد بن بوعمامة المعروف بالاسم الثوري عبد العالي، سيرة نضالية صنعت مجد الثورة الجزائرية في معارك عسكرية كبيرة وهامة، منها معركة الشوابير ومعركة المهبولة وغيرها. الشهداء اللي ماتوا الدو معهم بزاف، الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، وانتم الله يجازيكم، الله يحفظنا ويحفظكم، وشكرا، وماناش مجملين على بلادنا. الوالد المجاهد بالمهدي محمد المدعو عبد العالي انذاك في الثوره من مواليد 1931 بولايه البيض، التحق بجيش التحرير الوطني بسنه 1959 العاشر من اوت الى غايه الاستقلال، ترعرع في بيئه محافظه، بيئه ثوريه، جميع افراد عائلتها من المجاهدين والشهداء، وتعلم حب الوطن والروح الوطنيه في الزاويه التي كان يتعلم فيها اصول الفقه والقران. من على رؤوس الجبال نيلنا الاستقلال هو كتاب للمجاهد بالمهدي يحكي مرحلة تاريخية مهمة من سلسلة جهاد الشعب الجزائري وتجربته الذاتية. أيضا يعني شارك في أهم معركة خاضتها ثورة التحرير، وهي معركة الشوابير في شهر أكتوبر 56، والتي تكبد فيها الجيش الفرنسي خسائر كبيرة قاربت 1500. مجاهد اللي في حوالي عمره 90 سنة قدر باش يكون هذه المذكرات مع الأستاذ الدكتور شباب عبد الكريم، نثمنوا احنا هذا المجهود. تاريخ المجاهد بالمهدي يشكل صفحة مشرقة في تاريخ الثورة الجزائرية، حيث قدم الكثير من التضحيات والتفاني في سبيل تحقيق الحرية، وتاريخه يظل شاهدا على تفانيه في خدمة وطنه. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.